شي دا قالت لي بلي هادشي اللي غيكون عندك غيقدر يكون من اعراض السحر ولا العين. هي كانوا دايرين لها السحر ديال القتل. المشاويين راهم ولاو دايرين حوانت كيستغلوا فيهم. عندك العين شابه فيك نزاف وعندك الحرمان ديال العين. الحمانيه تترك ديالك حاجه كديرو في يديك ما تبقاش غادا في يديك المطبخ. ما خاش لا ما صافي ما هو ما عمرك درتي كيلو هو كيما قلت لك غير قاعد هنا مشي انت اول حاجه اختي عندك العين شاده فيك بزاف وعندك الخدمه مديوره عليك فهمتيني عندك العين في الطريق ديالك وانت في الخيوبه مديوره عليك عندك مانع في الطريق ديالك حاجه كديرو في يديك ما تبقاش غادا في يديك ما تبقاش وقوة انت كتشوف كلشي بعينيك. وعندك العين. لا خدمة ما خدامة ما خدامة ما خدامة يعطيوني بو باقا خدامة في عينيا. ديري معاك شي في الجواب. يلا سيت نجلس في الناس نجلس. غالي. غالي. ديري فلوس. ها؟ ألف فلوس. ألف درهم. وش فيه الشيء؟ وداك الشيء اللي فيه ما غاديش عارفه. المهم السيد يروم لك ورجعنا. ولكن ألف درهم بزاف. كلشي غادي يصبر طيب معايا شوفي كيفاش غيولي معاك غينسى مراته غينسخطو غينسمو غينسى عائلتو كامل وراه دريحتو مزيانة وراه غادي ديري ليه شي حاجة كاع تبعدي عليه ماشي مشكل شنو ندير؟ دير ليه شي شمية هاد الحليب تشعلهم في الدار هنا مالكيما ديري مديري سميتها وسميتو ما ولعت سميتها سميتو ما ندير لها حواء وسميتو هذاك سميتها باش تفرق عليك راه كانت عندك الحوار ديالك ديالو كتخدم فين مراية الشيطان كتخدم بالعشوب وكتقاد بالحياة السالفة الغالبة الحاكمة الجالبة كتخدم بالعقوة كتخدم العشرة وكتخدم ثلاث أيام سبع أيام يجي عندك وكيكون ثلاث حالات وشي منين شري؟ كاين عندي باش كنطوبو باش تطوبو جي عندي عديري جي لعندي وغادي نبدا معاك دابا وغادي نطلعو مرحبا بيك هاديك ست ايام ست ايام يتقدم بقاش تبان لي شي بنت ولد ولا ما عرفناش واش وحدة اللي مقلبة ولا خواتاتو ولا ما فهمتش انايا ولا انا كنقول الطاقة جايين من كلشي من خواتاتو من نوم كلشي لا لا هو ما يكونش خاطر فهمتيني ولا لا مش على بنادم هادشي اللي قلت لي دابا نجيب لك هادشي شنو غادير لي غاتكتب ولا شنو كيتخدم انا من الناس اللي تعرضوا للسحر والشعوذه بدات القصه فاش كانت عندي 17 عام كنت كنقرا في السيزيام كنت كنقرا مزيان جبت معدل مزيان فاش جبت النتيجه لقيت راسي جبت نقطه زوينه وكنت فرحانه براسي وشاركت الفرحه ديالي مع كاع الناس مع الصحاب والجيران والعائله وهذا الشيء ما كانش خصني ندير حيت ماشي كاع الناس كيبغيو لك الخير من بعد فاش بدا العام الجاي كلشي تبدل ما بقيتش كنحمل القرايه وما بقيتش كنبغي نمشي للمدرسه ما بقيتش كنعس بالليل ما بقيتش كناكل مزيان وليت ديما عيانه ديما بغيت غير نبقى في الدار ما بغاش نخرج ما بقيت كنحمل حتى شي واحد ما كنقدرش نهضر مع الناس وحتى الناس كلهم نفروا مني وكيصحاب لي مش داكشي كنديروا بالعاني وانا راه ماشي لخاطري اي مشيت عند بزاف الاطباء وكلشي كيقول لي ما عندك والو التحاليل كنديرهم كلشي كيخرج مزيان وحتى شي واحد ما عرف حتى شي طبيب ما عرف شنو السبب ديال هذاك الشيء حتى لواحد النهار واحد السيده قالت لي بلي هذا الشيء اللي غيكون عندك راه يقدر يكون من اعراض السحر ولا العين وداك الشيء علاش مشينا عند واحد السيده كدير الرقيه الشرعيه وهي اللي شخصت الحاله ديالي بلي انا مصابه بالعين تقريبا العام ديال السنه الثانيه بكالوريا كامل وهذا الشيء استمر حتى السنه اللي من وراها وبسبب هذا الشيء ما قدرتش ناخذ الباك ديالي وما قدرتش نكمل في قرايتي وبقيت غير جالسه في الدار من هذيك الساعه شنو نجيب لك خاصني ندير واحد الراس ديال الكلب خاصني ندير لك غادي هنا تنصيد ولا شي اسمو
فهمتي دابا كيما تقول انا بديك القفل وداك الشيء ما كاين علاش لا هما عندك خير بغيتي تمشي دوزو داك الشيء راه تخسري راه هما حنا نديرو شي ضريبه صحيحه فهمتي يكون عزيز علينا نخدمو شي حاجه مزيانه ما داك الشيء ديال اسمو تسيو وداك الشيء ما نخدموش ليه صافي هادي اللي تسكتي لي هادي في هادي تيوية صافي مزيان هادي هذا الكلب نجيبو كانوا راه تاخذو انت هذا انا دير 100 درهم 100 درهم هذا الشيء اللي داير انا 100 درهم 120 درهم هذه 16 100 على حسب انت شحال واحد الحام قال لي عرفت الضبع ب 2000 درهم واش الضبع تقدر نجيب لك انا مريح انا ووالديا اختي مريح في الصالون عادي بحال اي عائله رايحين كنجمعو كنضحكو شويه جا الوالده جاها تليفون الو واش فلانه قالت لي اه واش هو عاود السؤال عاوتاني واش فلانه قالت مع داك قال لي اه كنشوفو الباب ديال الدار كيترعد بحال 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 شي ريح داخل شويه على حتى التليفون بدات كتضحك كتبكي في نفس الوقت كتضحك كتبكي حنا ما عرفناش شنو ديك الساعه باقيين باقي صغار ما عارفينش شنو هو ديك في ديك الوقيته ما كانش هادشي ديال الشعوذه بهم بزاف ما عارفينش واش السحر ولا شنو كاين المهم بدا الغواش في الدار في ديك اللحظه بدا الغواش الوالده كتغوت الوالد كيغوت كانت عندنا حنا الدار كانت عندنا فيها ضوايه في ضوايه الوسط بغات كانت باغا تطلع لينا من تما بدينا كنعيط عيطنا لواحد الجده جات صافي بدينا كنبردو فيها داو جيت البحر تنفسات شويه من تما بداو المشاكل من تما بداو المشاكل والصداع ديما في الدار ديما روينا الفلوس كانت كتدخل وكتمشي في والو الوالد كان مهضر في الوالده بزاف يعني ما كيخصها والو بدابها كان خدا واحد الارض في الصويره خداو كشبالها في سميتها هما ملي سمعو داك الشي بداك الحسد ديالهم وداك الغيرة ديالهم بداو كيخدمو في خدمتهم دوزنا ديك عامين كلها مشاكل وصداع تحولنا من داك الدار مشينا لدار اخرى يلا خديناها دوزنا فيها عامين دار باقا جديدة دوزنا فيها عامين ما عرف جاو عندنا عوشاري دس موراها شي شهر ما عرفناش الوالد امتى علق البلاكة ديال البيع بعنا الدار مشينا تحولنا لدار اخرى الفلوس مشات في والو في مدة ديال عام مشات في والو هي كانوا دايرين لها السحر ديال القتل واش هذا الانسان خصو يتقى الله ويبين الخير لاخوه انا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان الانسان خصو يدير الخير لاخوه ماشي يتسبب ليه في واحد المشكل ديال الصحه ديالو وتمشي ليه ولا حيت الانسان راه متبوع كاين اللي خلي وليداتو وكاين اللي خلي سميتو والانسان تنطلب الله الله يهديهم الله يهدي الجميع المشاهدين اللي دار شي حاجه غادي يتجازى بها الله اش غادي نقول الانسان يبعد على داك الشيء ويتقى الله سبحانه وتعالى الانسان الا بغى يدير سي اللهم يدير حسنه الانسان تيطلب الله تيقول اللهم اجعل اوله مغفره واخره عشق من النار يقول وسطه رحمة إيوا الله يجعل هاد الناس يهديهم ويكونوا من هاد الناس إن شاء الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الجن والإنس بأن يضروك فلم يضروك إلا قد ما كتب الله لك واخا يدير كاع الإنسان إلا ما كتبكش ربي شي حاجة راه واخا كاع تجمع الإنس والجن راه ما غادي يوقع لك شي حاجة الإنسان خصو يدير يقين في الله خصنا الإيمان وخصنا التقوى وخصنا نتمنى الله كل واحد الإنسان الله يتقبل لنا ولهم الصيام والقيام وحسن الخاتمة في رمضان الكريم ورمضان كريم للجميع الله تيشوف وخليه منهم الله ولد هادشي اللي تيديرو الله تيشوف حشوم عليهم ما تيخافوش بين الله تيخرج على الناس بزاف و الله يهديهم الله تيشوف اللي دار شي واحد الله تيادي الخو المسلم الله تيشوف العواشر هادي رمضان زوين الجو ديالو زوين وحشوم على ملي تيدير هادشي لخوه بيناتهم الله المشاهدين راهم ولاو دايرين حوانت كيستغلوا فيهم هذا يدير الحجامه هذا يدير هذا يدير الرعايه هذا يدير الله خاص يستغلوا الناس كيستغلوا الناس وخاص الدوله تراقب هذا الشيء تشوفوا نطلبوا الله يهديهم الله يعمر ربي يهديهم هاد الناس اخويا هادو حرام عليهم الله يعطيهم
الحبس الشيء اللي كيديروا ما خدامش غيخرجوا على صحاب الناس الله يخفيهم الحق. شحال من واحد خرج على حياته على درالو على كل شيء الله يخفيهم الحق، مشعوذين الله يخفيهم الحق، الله يعطيهم العدل من عندي انا في هذه العواشر هذه الله يعطيهم العدل الله يغبرهم ان شاء الله في هذه البلاد هذه. كيخرجوا على عباد الله يخفيهم الحق، كاين ناس اخرين تاهما الله يخفيهم الحق تاهما كيعاونوه. كنا ناس مراد هذوك الناس بكل صراحه، يعني هادشي تخاريف فهمتي، هادشي تخاريف كبروا في افريكا والعرب من زمان فهمتي، هادشي تخاريف فهمتي. شنو هو الهدف ديالهم داك الشيء مثلا يديروا صوره ديال واحد يحرقوا عليه ولا يديروا شيء يبغوا يديروا لواحد الانسان يبغي يحطموه من الجواج ولا الدريه ما تجاوبوش ولا هادشي. المهم بزاف ديال الحوايج شي تخاريف داك الشيء ما كيتصوروا والو ربي كبير. وانتبهوا الله يهديهم دابا هادوك دابا ولاو فيهم بحال دابا ولاو عندهم داك الشيء عاده فهمتي، كيمشيو داك السودات فهمتي تما كيبداو سيدي عبد الرحمن هنايا كيمشيو داك اللي عايشه البحريه وكيمشيو داك كنا برشيدولوجي فهمتي، كنا عايشين داك العوام ربي كبير ما عندهم ما يصوروا بداك الشيء فهمتي. فهمتي يهرب من ديك الطريقه هذيك الطريقه ديال الشيطان ديك الطريق فهمتي. علاش نطلبوا لهم في هذا الواش نطلبوا الله يهديهم هذاك الشيء شوف شوف طريق صحيحه فهمتي. داك الشيء كله راه ما فيه والو فهمتي، بقى مقابل الدريه ما تجوش ولا هادي سير قابل راسه هو تبقى ولا قابل شي ديال السحوره السحوره يجي ليه هو شي ضربات تجي ليه هو اللي كيعمل لك شي داك الشيء كيرجع ليه هو. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.